الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد رئيس سلطة لهابا، مهني إذاعة موريتانيا، أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم مرة أخرى في سياقات الأنشطة المخلفة لتسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الدستورية، وحتى نغتنمها لتهنئتكم وتهنئة الشعب الموريتاني جميعا بما ساد خلال سنواتنا هذه من الأريحية السياسية واللحمة الاجتماعية وما تحقق كذلك من إنجازات شاهدة طالت جميع المجالات واستفاد منها كل ساكنة. وهي مناسبة لأشكر الطواقم الإدارية والفنية بشبكة إذاعة موريتانيا على سعيها المستمر نحو ما يعزز حوض الإذاعة من وسائط متعددة البث ومن ورشات الإنتاج ذات البنية التحتية والرقمية المتطورة، متمنيا لها المزيد من التألق في مهمتها الوطنية النبيلة التي تكرس من خلال مواكبتها لحاجات الجمهور الجانب الإعلامية لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى خلق إعلام تنموي قريب من المواطن يستجيب لحاجاته وطموحاته. أيها الحضور الكريم، يسعى قطاع الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان جاهدا وفقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية وبإشراف مباشر من معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود لتعزيز المكاسب التي تحققت في الحقل الإعلامي خلال السنوات الأربعة الأخيرة وتهيئة الظروف المثلى للمزيد من المكاسب من أجل خلق إعلام تنموي قريب من المواطن رائد في مجال تنويع الإنتاج يكرس الحريات والتوعية بالحقوق والواجبات ودولة القانون، دولة المواطنة والمؤسسات، وهي سياسة ماض قطاع في سبيلها تعزيزا لما تم واستكمالا لما نطمح إليه. وقبل أن أختم هذه الكلمة، أعلن على بركة الله انطلاق فعاليات منتدى الإذاعة وتمنى له كامل التوفيق والنجاح، وأنا على يقين أن أعمالكم هذه ستكلل بأفكار ومقترحات وتوصيات ذات أهمية بالغة في خدمة الحقل الإعلامي وتطويره. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.